يكرس المغرب مكانته في قلب إفريقيا عبر وضع تجاربه الرائدة في عدة مجالات رهن إشارة الدول الإفريقية. وفي هذا الإطار يأتي اللقاء الذي جمع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بكل من المراقب العام المالي ورئيس غرفة الحسابات بمحكمة النقد في مالي. واطلع المسؤولان الماليان خلال اللقاء على النظام المغربي للقضاء المالي والذي يتميز بوحدة مؤسساتية متناسقة تجمع بين الاختصاصات القضائية وغير القضائية وتمكن عبر المراقبة المندمجة من مد الجسور بين الاختصاصات المختلفة، كما تجمع تقييم البرامج والمشاريع لتحسين التدبير ومراقبة كل من يخل بالقواعد التي تحكم تسيير المال العام.